ستينا واحد نص ساعه، نص ساعه 50 دقيقه هكذاك. راهو يدير بزاف الروتار، نستنى ساعه و40 دقيقه. تأخر مواقيت القطارات وإلغاء لبعض الرحلات دون سابق إنذار، واقع يصطدم به مستقلو القطارات يوميا. تقربنا من بعض المسافرين فوجدناهم ينتظرون أكثر من ساعتين في المحطة، فهل يعقل أن ينتظر المسافرون ساعات طويلة للتنقل؟ دائما كاين الروتار خاصة الضاحية الغربية هذه تاعنا، كما البارح شيا نموت نركبوا على 4 حتى 5:10 باش جاتنا تشرا، جابي كتبوا لنا هكا يا سعما الوقت في التيك في التذكره، وقالوا لنا بحسب هاي تجي على 9 ولا على 10 ولا مانيش عارف، ولحقت في ذاك الوقت. لا غير يا خو ترى ولا غير كان فيه روتار بزاف، شو احنا نقراو 8 دائما لحقوا على 10، راه يدير روتار. شريت تيك 7 ترى جا حتى 8:10 بهجا. انا نستناو بزاف باش يجي ترى شغل زعما افسلي ديرها في راسك تتعشي تستنى تعشي. يدير بزاف الروتار، يدير بزاف. انا يقول لك او هذيك خطره نخرج على 5 حتى 6:30 باش جات تران. توجهنا الى محطه القطار اغا، قطعنا التذكره للتنقل نحو محطه الحراش. وصول القطار مبرمج على التذكره في حدود الساعه 11:03، لكن القطار لم يصل في الوقت المحدد. احنا اليوم شرينا التيكي تاعنا على 7، مكتوب يجينا على 27، ما جاناش حنا حتى 8:30 ولا 8، كيدير علينا بزاف الروتار هذه عفسه مش مليحه علينا حنا. انا مشكله برك في الترا هذا، شغل كتريزار في الكارت تاعك تو يلحقك بعد 1:30 ولا واش كان. اصبح التاخر هي الصفه الغالبه على معظم رحلات القطارات، وهو ما اصبح يثير استياء المسافرين الذين اصبحت تتعطل مصالحهم. الأسباب الرئيسية لتأخر القطارات ضواحي الجزائر العاصمة عندنا سرقة وتخريب الأجهزة التقنية والكوابل الكهربائية، مما يعطل نظام الإشارات الذي يؤمن سير القطارات. في حالة تعطل هذا النظام يمنع سائق القطار، يمنع لسائق القطار تجاوز سرعة 30 كيلومتر في الساعة. المسافرين يشدوا البيبان، دونك هذا ثاني يعطي تأخر للقطار. كذلك الرشق بالحجارة، سلوكيات المسافرين اللي يمشوا على السكة ويقطعوا السكة بدون استخدام الممرات العلوية. عندنا أشغال تهيئة وتجديد للسكة الحديدية. أغتنم هذه الفرصة لأطلب من المواطنين التقليل من السلوكيات السلبية التي تؤدي إلى تأخرات في سير القطارات وخاصة قطارات الضواحي.